النهاردة سعداء بأن احنا بنستضيف أبناء الجالية المصرية في النمسا هنا في بيت مصر في السفارة، وبنفطر معهم وبيفطروا معنا زي كل سنة احنا متعودين، وسعداء أن كافة أبناء الجالية لبوا الدعوة، وإن شاء الله دايما كل خير وكل توفيق لمصر ولأبنائها في الخارج، ورمضان كريم علينا جميعا. سعادة السفير على الدعوة الكريمة، وإن شاء الله دايما كده، إن شاء الله في مصر دايما في تقدم مستدام، كل سنة وانتم طيبين. عقبال كل سنة في السفارة كده بريادة السفير عمر عامر المحترم وقيادة الرئيس المحترم السيسي. رمضان كريم على جميع المصريين، وشعور جميل جدا، ودي كانت اول مره اجي فيها السفاره في رمضان اللي انا احس بالجو المصري الجميل دوت والناس المحترمه في السفاره، وانا سعيده جدا، ويا رب يدوم على مصر المحبه والود سواء مسلمين ومسيحيين وكل الطوائف المصريه، ورمضان كريم عليكم وعلينا وعلى الامه الاسلاميه كلها. هذه المره الجايه على خير وتحيا مصر. سعيد بان انتم دايما واقفين مع السفاره، تدعموها وتساندوها وتقدموا لنا كل حاجه من غير ما نطلب حاجه. حاجه بتاكد دايما ان الجاليه المصريه في النمسا سواء في فيينا او في الولايات الثانيه هي جاليه دايما مبسوطه، جاليه متميزه، وجاليه دايما بتحظى باحترام وتقدير القياده السياسيه عندنا في مصر. وايضا في الجانب النمساوي، لان دايما لما بلتقي بيهم بسمع الاشاده بالجاليه المصريه، دي حاجه كسفير لجمهوريه مصر العربيه في النمسا بتسعدني. والعام الماضي والعام قبل الماضي كان في فرصه كبيره جدا ان احنا التقينا بحضراتكم في مناسبات كتير، واكيد انتم عارفين ومتابعين على الفيسبوك الخاص بالسفاره الانشطه اللي احنا دايما بنحاول ان احنا نوريها لكم احنا بنعمل ايه. السنه دي يمكن كان في مناسبه لينا اكبر، ان احنا خرجنا من اطار فيينا وتجولنا في بعض الولايات النمساويه
عشان نلتقي بالجالية المصريين ايه احتياجاتهم. زي ما حضراتكم عارفين وتابعتم معانا في الايام الماضية كان في بعض الطلبات خاصة، مش عايز اخش في التفاصيل، لكن الخاصة باحتياجات ورقية ومستندية ومستندات للجالية وابنائها. ودي احنا بنحرص ان احنا ان شاء الله في بعد اجازة الصيف نبدأ نشوف ازاي نترجمها بشكل عملي. انا مش عايز اطيل عليكم، لكن كل اللي انا حبيت ان انا اقوله او اكده معاكم ان احنا ان شاء الله العام من دلوقتي والعام القادم عندنا افكار كتيرة جدا عايزين ان احنا نتدارسها معاكم ونشوف ازاي ان احنا نطورها، بحيث ان احنا نظهر اكتر قد ايه الجالية المصرية هنا جالية مقدرة، وقد ايه جالية بتعتز بوطنيتها، وقد ايه ان هي جالية لا تتأخر عن البلد الام باي جهد او اي عطاء. المصريين باعيادهم سواء كانت اعياد القيامة المجيد، عيد القيامة المجيد، سم النسيم، ورمضان كريم على كل المصريين، شعب واحد متحاب متواد بيظهر معدننا الاصيل في المناسبات الاجتماعيه والروحيه، ان احنا شعب واحد بنحب بعضنا وبنسعد لما بنتناول وجبه رمضانيه مع بعض. كل سنه وكل الحبايب وكل المصريين وكل العالم المحب للسلام بخير. المصرية في النمسا الخير، بنتوجه بالشكر لسعادة السفير عمر عامر على الدعوة اللي دعاها لنا على مقدمة الإفطار الرمضانية. كنا سعداء جدا إن احنا التقينا بأعضاء الرئاسة الدبلوماسية من ناحية، كما كنا سعداء أيضا بلقائنا بالمستشارين بالعمل العادي المصري في النمسا، وأيضا بالأمريكية المصرية اللي تم دعوتها. انا بشوف ان هي بنسبه طيبه، ان احنا نقول لمصر كل سنه طيبه بنسبه العشر من رمضان، وكان امبارح فكانت بنسبه طيبه ان احنا نقرب 11 رمضان. نوجه التحيه للجيش المصري ونوجه تحيه ايضا للاشعار عبد الفتاح السيسي بالمناسبه العزيزه. شكرا. ايه يعني ده؟ كل سنه طيبين، المصريين في العالم كله بخير وسعاده، ومصر بخير وامن وامان. نشكر سيادة الرئيس السيسي على الإنجازات اللي عملها، الرئاسة الدبلوماسية بتشارك وتأكد، كل المصريين الشرفاء اللي وقفوا قدام البلد لحد الوطن العربية، وإن شاء الله مصر تبقى أحسن في المستقبل.